لا معلش، انا بصراحه كل اللي اتكلموا قالوا ان هما الاثنين كانوا موجودين، بس معروفه الطبخ بتاع مين؟ الستات البنات. لا والولاد كمان. لا معلش، احنا متعودين على كده. انت يا ابني طبخت حاجه؟ صلش. اهو ابننا ما بيكدبش. ازاي بس البنات بتعرف تطبخ؟ حلو، يبقى هي اللي طبخت. ادي اول حاجه. بس هي ما ولعتش نار. احنا بنتكلم في مين اللي طبخ، ما بنتكلمش في مين اللي ولع النار. معلش، ما احنا ما قلناش حاجه، بس هي بتعرف تطبخ كويس جدا. طلعت النار؟ طلعت النار. البراءه في عينه مخليني مصدق. فين ده؟ اهو. ايوه انت عامل. ايوه امي ظلمتني وكانت تاني موقف. يا ترى مين اللي عمل الكفته بطعم الرمل؟ لا انا بنتي بتطبخ كويس جدا، استاذه في الطبيخ. لو احنا ابننا شيف، وعلى فكره اصلا هو ما شافش اللحمه بقاله شهرين، فكان لو شافها كان سرقها اصلا. يا كابتن مش لسه قايل ان هو ما بيعرفش يطبخ؟ انا قلت ما بيعرفش يطبخ؟ لسه قايل. ايوه لسه قايل. بس هو تعالى. قال لك مظلوم. انت بتعرف تطبخ؟ بيعرف. طب انت اللي عملت الاكل؟ لا مش هو اللي عمل الاكل. وانا طبخي تحفه مش لدرجه ان انا اعمل كفته بالجمبري. ما عادي ممكن تكون